شحنة من أمريكا، الحقيقة جايبها لنا شركة لايف ستايل ستوديوز. دي كمامات مواصفات معينة اتعملت مخصوص لشركتنا عشان التيم والكرو التصوير يلبسها ويكون آمن في التصوير. والحقيقة هي بس مش واقية للمنطقة بس بتاعت الفم، لا ده كمان فيها ماسك ترانسبارون للعينين. يعني أنا بجد عايزة أشكر أستاذ فهد الزاهد صاحب شركة لايف ستايل ستوديوز ورئيس مجلس إدارتها، وبجد عايزة أشكر الشركة قد إيه عندهم ديتيلز كده بجد حلوة ومختلفة وفيها إحساس. موضوع مش فكرة كمامة على إنه على قد ما هو فكرة اهتمام شركة بالناس وبالكرو بأمانتهم وصحتهم. يعني ده شيء محترم قوي ويخلي الناس سعيدة دايما وهي بتشتغل معاهم. بجد thank you so much Lifestyle Studios.